السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ويا رب يكون الجميع بخير. يوم جديد وبداية جديدة، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. هنتكلم اليوم أو الآن بالأصح عن النباتات اللي هي يسموها النباتات الهوائية. أعطيت هذا الاسم سبحان الله لأنها تعيش في الهواء، ما تعيش في التربة، تعيش في الهواء، أو بالاسم العلمي حقها اللي هو الاير بلانت، إنها تعيش على الهواء. نجي نشوف أشكالها سبحان الله، شوفوها كيف. طبعا هذه مروية، الآن أعطيتها ماء زي ما احنا شايفين، لا هي عايشة لا في تربة ولا في أي حاجة. سبحان الله، لما نعطيها ماء تقوم هي تبدأ تفتح معنا بهذا الطريقة. طبعا كيف بنعطيها ماء؟ هنشوف كيف نعطيها ماء. نعطيها ماء بهذه الطريقة، نغطسها تغطيسة كاملة داخل الماء عندنا من 20 أو 25 دقيقة إلى نص ساعة. طبعا نعمل هذه الحركة أسبوعيا، كل أسبوع نعمل لها هذه الطريقة. طبعا الماء هذا ما هو ماء من الصنبور، يعني مو ماء من، نيجي نشوف معلش حنمشي مع بعض، من البزبوز، احنا نسميه بزبوز أو صنفور، صنبور أو حنفية أو أيا كان اسمه. أنا بعطيها من الماء اللي هو ماء صحة إحنا نشربه، أفضل لأنه ما فيه كلور أولا ولا فيه أملاح عالية. لأنه شوفوا الماء عندنا اللي هي جهاز البخار، شوفوا الماء كيف الصدافي والأملاح والهذا، هذا أنا بعبيه من الماء الصنبور العادي، واضح عندنا شكله. فأنا بعطيها من الماء، بخصص لها هذا الماء، أو في محطات منزلية، محطات فلترة في المنزل تعطينا ماء جيد لسقاية جميع أنواع النباتات. أنا بتكلم الداخلية أو، ولكن الآن أنا بشرح على اللي هي النباتات الهوائية. طبعا قلنا نحطها في الماء لمدة 25 أو نصف ساعة داخل الماء مغطسة تغطيسة كاملة. نعمل هذه الحركة كل مرة في الأسبوع. تبدأ هي ما شاء الله تبارك الله، قلنا الآن لأنها دوبة طالعة من الماء، مجرد ما إنها تبدأ تجف. هي طبعا عندي أنا متضررة بهذه الطريقة لأنه نقلتها بصراحة من دولة إلى دولة، فتضررت معايا بهذه الطريقة. تبدأ سبحان الله تفتح، هي من يوم ما تعطي فيه لون، تعطينا هو لون أبيض أو صفار على، أو لون زي الفضي على الورق، تعرف إنها محتاجة إلى ماء. شو مجرد ما أعطيتها ماء رجع لونها إلى الخضر. إن شاء الله يكون واضح معانا، والجميع إن شاء الله يكون استفاد من هذا الموضوع. طبعا في عندنا شكل منها ثاني، هنروح نشوفها مع بعض. هذه نوع من أنواعها، كذلك الاير بلانت تعيش في الهواء. طبعا هذه في ناس بيوضعوها على الأوركيد، في نوع من أنواع الأوركيد اسمه أوركيد أفاندا بيستخدموا هذا عليه، أو أي نوع سبحان الله، لأن الأوركيد في ناس ما يعرفوا إنها تنمو على الأشجار أو لحاء النباتات، ما تعيش كذلك في التربة، تعيش على رطوبة عالية. طبعا هذه بطريقة عاد استخدم لها ما شاء الله تبارك الله عندنا، اللي هو رشاش الماء، ممكن نرشها كل يوم برشاش الماء، رش عليها بالضبط. نبدأ نروح مع بعض معليش تصوير لأن بصور من كاميرا الجوال. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وبهذا الطريقة نرشها، واضح عندنا. بس إن شاء الله الموضوع يكون جدا بسيط وسهل، ونباتات بصراحة هي جدا ممتعة وجميلة عالم الأحياء. والله يعطيكم ألف عافية يا رب. موجود طبعا عندي حساب سناب شات، وعندي حساب انستغرام،
بالإضافة إلى حسابي حق اليوتيوب دائما فيه شروحات عن النباتات. باستثمار عندي أنا اللهم لك الحمد والشكر، نباتات بطلبها من هولندا واللهم لك الحمد والشكر على النعمة.